الله خير الأنام وعلى من اتبعه واتبع هداه وسار على خطاه إلى أن نلقاه. باسمي وباسمكم وباسم ديوانية الفائزين نرحب بشيخنا الفاضل الشيخ عتيق العتيق أبو سليمان. طبعا شيخنا لمن لا يعرفه وأشك أن هنا أحد لا يعرفه هو أحد مشايخنا الذين تتلمذنا على يدي وتتلمذ بعض الحضور على يده بالحلق ولله الحمد والمنه، واحد طالبي العلم، واشتهر شيخنا بتفسير الرؤى وتفسير الاحلام. في لقائنا هذا اليوم لقاء عنونوه بلطائف وطرائف من الرؤى والاحلام. ما نبي ناخذ من وقتكم كثير، الشباب قالوا لي لا يصير الموضوع رسمي، نبي الموضوع حبي ما بين الشيخ وبينك وبين الجمهور. فبداية نرحب شيخنا ونأخذ بطريقة تقليدية بطاقة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ بالبطاقة الشخصية، طبعاً ترى ما زلت هناكم إلى محبة في الله، وأنا حقيقة تعمدت أن يكون اللقاء لقاء حبي، ما في تكلم، المسألة مسألة ثواني وساعة صدر، يعني مثل ما قال الإخوان يقولون أريد تغيير الجو شوي، ولعله يكون إن شاء الله كما يريدون ويطمعون. أن يكون لقاء حبي في شيء من الأريحية. أخوكم عتيق سليمان عبد الله العتيق، موظف في جامعة القصيم، إضافة إلى أني موظف أيضا في إحدى القنوات الفضائية تأويض البواء وإمام مسجد. جزاك الله خير شيخنا. خلونا ندخل مدخل عام. دائما نسمع منك تقول هذه رؤية وهذا حلم وهذه أضغاث أحلام، ما الفرق بين الثلاث أشياء؟ الفرق أصلا جاء في حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، هذه واحدة. وقال الرؤيا ثلاث، رؤيا من الله وحلم من الشيطان وتهاون النفس أو حديث النفس. الرؤيا من الله جل وعلا قد أوكل بها ملك يلقيها في روع الإنسان، عبارة عن قصة معينة ورموز ودلالات وإشارات يعبر بها أو يعبر عن طريقها المعبر من المنام إلى الواقع. القسم الثاني وهو حديث النفس، يعني تلقى واحد يهوجس كل اليوم يفكر بموضوع معين، فتجد سبحان الله يرى ذلك في المنام. فمثلا يعني شخص يفكر في سيارة معينة، أضرب مثلا جيب ربع، يفكر كل اليوم جيب ربع، فيرى في المنام كأنه اشترى جيب ربع أو يقود سيارة وكذا. وكذلك مثلا من يفكر في الزواج وأمر الزواج، تجده سبحان الله يعني يرى في المنام في الغالب مثلا الزوجة والمتزوج ودخل بالزوجة وما يعقب ذلك. القسم الثالث هو حلم من الشيطان. الحلم من الشيطان هذا يصنعه الشيطان أو يخيل الشيطان لله بعض الأشياء من أجل أن يصرف عن حق أو يوقع في باطل أو أن يفزعه، يعني حتى يخوفه، إما يريد أن يصرف عن حق أو يوقع في باطل أو يريد أن يخوف الرائي. إنما النجوى من الشيطان ليحذر الذين آمنوا. فهو هذا أظن واضح إن شاء الله. طيب شيخنا، هل الرؤية مخصصة للناس؟ يعني في ناس رؤيتهم زين وناس رؤيتهم مش زين، ناس تأخذ منهم يعني، وناس على قولة بحنان هذا صيني هذا ياباني هذا. أولا لا شك أن أصدق الناس رؤياهم الأنبياء، لأن رؤياهم وحي. ولذلك إبراهيم عليه السلام رأى في المنام، قال لابنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، فماذا قال إسماعيل مباشرة؟ هذا دلالة على أن المسألة وحي. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، صح ولا لا؟ مع أنه رأى رؤيا، فهذه دلالة على أنها وحي. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي كان الرؤيا الصالحة والرؤيا الصادقة، يراها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون كفلق الصبح.
وأول ما ودي النبي صلى الله عليه وسلم كان كان الوحي بالرؤيا ست شهور، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي الوحي عن طريق الرؤى. هذا القسم الأول لا شك أن رؤاه حق ولا يختلف في ذلك أحد، بل هو وحي. القسم الثاني وهم الصالحون، فكلما كان الإنسان أكثر، كلما كان الناس الإنسان أكثر صلاحا، كلما كانت رؤياه أقرب إن شاء الله إلى الحق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا، أو أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فكلما كان الإنسان صادق في حديثه كلما صدقت رؤياه. ولذلك الكلمات ذلك كثير كذبة، سبحان الله غالبا تكون أحلامه غير صادقة. طيب شيخنا، أول شيء بدأت تأتي بعض الأوراق فيها رؤى، فهل الرؤية تبي نقرأ من الورقة ولا يقول صاحب الرؤية؟ طبعا بنأجل الرؤى شوي لين ندخل بالموضوع. طيب لعل تأجل. طيب لا أجلنا، نأخذها من الورق ولا من الشخص؟ لا لا، أفضل أن تكون من الرؤية مباشرة عشان نأخذ منه. جميل، إذا الورق يا شباب الاستفسارات، واللي عنده رؤية يقولها للشيخ على طول، اتفقنا؟ طيب يا شيخ سم، وإذا أراد أن يكتب شخص في ورقة فلا بد أن يذكر بياناته الخاصة، العمر والحالة الاجتماعية وأيضا الوظيفة إن كانت فيه. طبعا أنا عندي قاعدة في البرنامج اللي في القناة، فأنا أذكر الجنس، والظاهر أن كل عندي رجال إن شاء الله، ما في قسم نساء ولا لا، أي قسم رجال فقط، فما يحتاج الجنس، العمر والحالة الاجتماعية والوظيفة فقط تكفي بإذن الله. طيب. وأسماء الأشخاص برضو الموجودين في الرؤية، إذا كان في شخص معين، سواء كان اسم عبد الرحمن، أي نعم، لأن للأسماء دلالات إشارات، هي رموز في كثير من الأحيان. الله جميل. شيخنا خلينا نرجع بالبدايات، كيف كانت البدايات؟ من وين لك الثقة بنفسك؟ يعني وشلون بديت؟ شلون قلت أنا أعرف؟ شلون؟ والله أعطيكم موقف طريف. في يوم من الأيام الحقيقة أحد الأشخاص الأقارب طبعا مشتري بخور، فقال أبيك الله إذا خير تشمه بس حط لي المبخر وقرب. فلما قربت الحقيقة وتبخر شريح عليك دكتور ما يبغى يفتح بخور، يوم تفتح له لحيتي ما عندي. طيب شيخ، بداياتك مع الناس، انا لو جيت اعبر الرؤيه مثلا اتي لي واحد ثقه لكن حتقل عليك ما حد يعرفه اول ما بدا، صحيح؟ وشلون يعني اخذت ثقه انت بنفسك؟ شلون اعطيت الثقه دي للناس؟ طيب شلون وصلت؟ طبعا شتان بين بداياتي والحال الان. الواقع الان انه كثير من دخل في مجال التاويل ليس اهلا للتاويل. في ذلك الزمن وفي بداية الزمن التأويلي ما كان فيه الفتح الإعلامي الحاصل الآن. في بداية التأويل أذكر كنت جالس في مجلس مع بعض طلبة العلم، فأذكر أنه تكلموا عن التأويل وعن تفسير الرؤى وعن ابن سيرين رحمه الله وعن كثير من المؤولين اللي كان لهم قدم صدق ومعروفين ومشهورين في زماننا. فهذا الكلام عام 1400 تقريبا 18 او 19 تقريبا، عام 1419. فاذكر انه من ضمن الحقيقه اعجبني الحديث واعجبني امر التاويل، تاويل الرؤى. فبعدها الحج ذيك السنه مباشره في الحج في عرفه تذكرت قصة عن ابن حجر رحمه الله أنه كان ضعيف الحفظ وكان قد اجتهد في شرب زمزم، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصح ماء زمزم لما شرب له، فشربه ابن حجر رحمه الله الحافظ ابن حجر بنية أن يرزقه الله جل وعلا الحافظة، فأصبح قوي الحافظة وأطلق عليه الحافظ ابن حجر. فأعجبني هذا الأمر فشربت زمزم بنية أن يفتح الله جل وعلا علي بتأويل الرؤى.
ثم أيضا لا شك أنه في موطن إجابة فاجتهدت في الدعاء، فلعله وافق ذلك أيضا الدعاء. فسبحان الله بعد ما رجعت من الحج مباشرة ما كان يدور في خلدي الحقيقة ولا في بالي أنه أول واحد، لكن في لحظة كنت نائم بعد ما رجعت مباشرة، فلما استيقظت من النوم يعني كان في بالي رؤيا رأيتها عن أحد الأقارب، فقمت مباشرة للتو كان متزوج. فبعد ما استيقظت نزلت مباشرة للوالدة أسألها عن حال هذا الرجل. طبعا جاء في نفسي رؤية في تأويل الرؤية أن هذا حصل بينه وبين زوجته مشاكل، بينه وبين زوجي مشاكل، وأنه يعني أبعدها أو أعادها إلى أهلها، وأنه سيأتي بها وسيعيد هذه المرأة في رمضان أو في بداية رمضان القادم. فنزلت للوالدة مباشرة، تعرفون ما شاء الله الحريم الأخبار أول بول إيه الحوية مع الكراط الزنجبيل 100% الأخبار. فنزلت عند الوالدة وجلست، قلت ما يمتي وش صار على فلان؟ قالت الوالدة إنه حول حاصل بينه وبين زوجته مشكلة وإنه جارة عندها. قلت والله أنا شايف الرؤية وإني أولته وما أدري إيش طبعا الشيخ فرح اكيد يطلع 1-0 هجوم مرتد فرح. فلما سمعت الوالده مثل هذا الكلام، الوالده يعني والده الشيخ عبد الله بن سلمان بن حميد احد القضاة المعروفين في الجنوب، فلما سمعت مثل هذا الكلام عندها يعني فتاه تعب، قالت هذا يا وليدي ما يلعب لي هذا دين ذا ما يلعب والله ما يمكن هذا اللي حاصل. كنت أقول بس أركض بس كنت سبح من الغد أو بعدها كم يوم كان فيها في بداية الدراسة، فرأيت في المنام أن الوالد، طبعا الوالد كان في آخر سنوات تدريسه، فرأيت في المنام كأن الوالد رافع رجلين إلى حد ركبتين، رافع ثوب إلى حد ركبتين. أول ما استيقظت جاء في بالي سبحان الله أن الوالد ذهب الدوام لكنه ما راح يكمل الدوام، بيرجع بيكمل ينام ما راح يكمل الدوام. فنزلت الوالدة جلست، وشلون امسي مهمتي الا وين ابوي؟ قالت والله ابوك يحاول انه كل البارحة بس وما نام منه، وانه راح للدوام وقع وقعد وشوي ورجع هذا ونايم في الفراش. كيف والله انا شايف الرؤيا واني اولته كذا؟ قالت تقول بس انا بس الحين ما اقتنع على الحين قلت سامح يا اخوان طبيب ما يجي شيخ الحين. طيب يا شيخ ناخذ نكمل اللي تبغى القصه. طيب طبعا في بداياته كنت يعني مثل ما يقولون بعض الشباب في طقطق برا، فبدات اطقطق لكن رز قلبه على خفيف حول يمين يسار. حتى كان في يوم من الايام ايضا رايت احد الاقارب انه كانه قدامي بلم، وكانه في داخل فمه تفاحه، كانه خروف مفروش على بلم وكانه بثمها تفاحه، فمه تفاحه يعني صاير هو اللي هو اللي مصطلح هو مفضل يعني. اي نعم الرجل عليه شيء من التقصير. اشرب يا شيخ. فالرجل عليه شيء من التقصير. بعد ما فاق قلت والله ان هذه هدايه لفلان. بعدها بثلاث ايام يطق علي الباب مع ثيابه، قال ابو سلمان ابشرك اني تبت وتو جاي من الخياط بقصبع ثيابي ما شاء الله والله اني شايف انك روحي. احد الاخوان سمع اني اطقطق برا، فجلسنا احنا وياه في مجلس، فكان هذا الرجل قد اتى بمجموعه رؤى عبرها ابن سيرين رحمه الله، طبعا انا لا ادري. فجلسنا اذكر كان في احدى المخططات، فجلسنا فبدا يسرد يقول واحد من الناس راى رؤيا كانه يعني يعرف هذا الشخص، وبدا يسالني عن هذه الرؤى اختبار فيعطينا الرؤيا واولها، ويعطينا الثانيه واولها، ويعطينا الثالثه واولها. فلما انتهى ضحك قال والله ان هذه الرؤى ليست لي انما لابن سيرين، وسالت سئل عنها ابن سيرين وقد أولتها أنت كما أولها ابن سيرين. نقل هذا الكلام لأحد المشايخ اللي كنا نطلب العلم عنده،
فجلسنا احنا وياه، قال يا عتيق سمعنا انك تفسر. والله يا شيخ يعني اشياء انا خفيف. طبعا انا سقط قلبي في بطني قدام الشيخ الان ما ادري ايش بيصير. فقال الشيخ اعطني من النماذج اللي اولتها. فقلت خير ان شاء الله، فسرقت له الرؤى التي ذكرت لي واولتها او اولتها. فضحك الشيخ وقال ما شاء الله تبارك الله، اسال الله ان يفتح عليك. هذا تراه باب من ابواب الدعوه، باب من ابواب الدعوه. تذكر قصه يوسف عليه السلام لما ساله صاحب السجن، يقول الله جل وعلا ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر الخمر، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير، الى اخره. فقال يوسف عليه السلام في بدايه التاويل قبل ان يؤول، قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فبدأ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فجعل هذا التأويل هو باب من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الخطوة التي بعدها أحد الشباب وأحد الأخوان اللي الله يذكره بالخير، الأخ سليمان الغنيم أبو عبد الله، كان من الأخوان اللي كان لهم فضل عليهم عند الله سبحانه وتعالى في أمر الدعوة إلى الله. فكان ينسب مع الاستراحات اللي يكون فيها صعوبة شوي ما يستطيعون يدخلون إليها، فيقول إنه سيأتيكم أحد المفسر الأحلام فيفتح الأبواب مباشرة يسمحون له. فكنا نذهب فيسألوني، يطلبون من رقم التليفون، يطلبون من رقم التليفون فأرفض. لا طلعت الرجل، انا ما ادري ليش كل ما طلع الاستراحه يتاخر. واثر الاخ في الله جزاه الله خير ابو عبد الله، لا طلعت اعطاهم رقمي، كان ترى بس هذا رقمي وانا قبل رافض. فانتشر الامر في البدايه حتى وصل الى ما وصل اليه الان. طيب شيخنا، بدات تتوافد الاوراق. طبعا من الصعب جدا يا شباب ان ناخذ كل هالاوراق، بس بناخذ عشوائي. يقول السائل الحمد لله رب العالمين، أما بعد يا شيخ، رأيت رؤيا أن أخوي اسمه بدر خرج من السجن، ولما رأيته سجد شكرا لله سبحانه وبكيت فرحا، ثم قبل رأسي ثم قبلت ركبتيه ومعه حقيبة، وفتح الحقيبة وأهدى لولد عمتي سبحة، وقال لولد عمتي أعطي هذه السبحة لناصر وهو ولد خالي. ثم ركبنا سيارة ولد عمتي وذهبنا إلى جارنا أبو عيد، ونزل بدر وفرح أبو عيد وسلم عليه. هذه الرؤية بداية الرؤية. بس يقول رأيت رؤيا أن أخوي اسمه بدر خرج من السجن، ولما رأيته بس يعني مسجونه. الرؤية تدل الله أعلم أنه في العيد القادم إن شاء الله سيكون عدد من المطلقين أو مطلق صراحهم، من ضمنهم ربما يكون هذا ان شاء الله الشخص باذن الله، لعله يكون. هذه رؤيا يقول حلم صديق لي، الحين طبعا صديق، طبعا ترى في تصحيح المفروض ان يقول من باب يعني التفاعل ان يقول راى، ما يقول تحلم او حلم، لان الحلم من الشيطان والرؤيا من الله. يقول راى صديق لي انه كان يمشي بالليل مع مدرس حلقته، فمروا بمسجد ابيض كان يطلع منه صوت جميل جدا بالقران، فساله مدرس حلقته الذي معه من هذا؟ فقال هذا يزيد، يعني انا. يقول اسمي يزيد وعمري 16 سنة، واسم صديقي فهد ومدرس الحلقة منصور. ما شاء الله تبارك الله. الرؤية طبعا ليست لذات الشخص المقصود يزيد، إنما هي والله أعلم أنه سيكثر لله الحمد حفاظ القرآن والمقبلين على القرآن بشكل كبير جدا، سيخرج عدد كبير من الحفاظ قريبا إن شاء الله، وحلق القرآن سيفتح لها أيضا، وجمع التحفيظ القرآن سيفتح لها فتح عظيم بإذن الله جل وعلا.
حيث أن تكثر الحلقات ويكثر ويكثر الحفاظ ويكثر المتخرجين من حلق القرآن إن شاء الله. هذا يا شيخ يقول أنا عمري 19 سنة من مدينة الرياض طالب جامعة، يقول حلمت إني أشجع الهلال. حلمت إني أشجع الهلال؟ إيه بس حلمت إني أشجع الهلال. طبعا أنا شهادتي في الهلال مجروحة 100%. أوه. طبعا لا 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 لا, 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 لا طبعا بالضبط لأني مصراوي. لا لا أمزح أمزح لا هذا ولا ذاك. عموما يعني كان ضاعت إنه فقط مشجع الهلال. إيه يقول رأيت إني أشجع الهلال. طيب. في مباراة هنا قريبة ولا بكرة؟ من معه؟ بكرة مع الغضاب. ها؟ مع الغضاب مع مين؟ مع الغضاب القطر. الغضاب القطر يا شيخ بكرة إن شاء الله فوز لي هنا. أوه طيب يا شيخ أنا أعرف بعض القصص اللي مرت علي وسمعت كذا، ما في قصة 15 سنة نبي قصة 15 سنة مش قصة معك. طيب هذه ما أدري اللي الإخوان في تويتر يمكن وصلت لهم ولا لا؟ يعني خرجت كتغريدة في مرة من المرات. هذا الموقف قبل يمكن أكثر من 12 سنوات، يمكن تقريبا 12 سنة أو كذا. اتصل علي التليفون الثابت بالليل الساعة 3:30. يعني قبل أذان الفجر تقريبا بساعة. جاء الاتصال الأول ما رديت، جاء الاتصال الثاني ما رديت، الاتصال الثالث بمفزع، قلت الله الله يستر لا يكون قريب أو أحد الجيران حصل له مكروه لألي أشوف وش القصة. طبعا بعد ما قمت مباشرة وأشيل التلفون، نعم قال السلام عليكم. قلت وعليكم السلام. ولا عجوزة يمكن لها 60 بهالسنة، قالت إني شايفة الرؤيا قبل 15 سنة وبسألك أنا. يا خالة صار 15 سنة ما أنت بصارت إلا الصبح. فهذا قصة 15 سنة. طبعا أمرنا لله بس صرنا على أبوي. طيب يا شيخ الحين الرؤية هل لها علاقة من قريب أو من بعيد بالرؤية الشرعية؟ نعم طبعا هي لها علاقة، ما نقول لها علاقة، نقول أنها تخبر عن أشياء في المستقبل إما بإشارة أو نظارة، إما تخبر عن واقع معين عن حالة معينة كما ذكر الإمام أحمد أن الرؤية بإشارة أو نظارة. فالرؤية تخبرنا أحيانا عن أماكن السحر. وأذكر قبل تقريبا يمكن قبل بعد رمضان في شوال الماضي اتصل علي أحد الإخوان من الطائف وهو رجل مقعد، أصيب هو وأهله بالسحر، كل الأسرة مقعدين، كلهم مقعدون، ما في شخص إلا مشلول يمشي على عربة. فقلت له ادخل إلى المجلس، فدخل إلى المجلس قلت الآن الجدار اللي أمامك مباشرة انظر إلى الزاوية اليمين من هذا الجدار فوق في سقف مستعار. قال نعم. قلت ابحثوا فوق سقف المستعار اللي في الزاوية اليمنى ستجدون السحر. والله إنه اتصل علي وبشرني بأنه وجدوا السحر مكوه لله. وأذكر أيضا من الأروع أن اتصلت علي إحدى النساء فقلت لها أنه في الجدار عندكم أو في السطح فيه عشة دجاج أو حمام. قالت نعم. كنت أول ما تدخلين أمامك جدار الإسمنت الياصة متكسرة وطايحة. قالت نعم. كنت الآن في بين بلوكتين فتحة يسيرة قد وضع السحر فيها. فاتصلت وبشرني أنهم أخرجوا السحر من نفس المكان إن شاء الله. ومن أيضا المواقف والطرائف أنه اتصلت علي المرأة فسألتني عن رؤيا، قلت يا أختي تحتاجين الرؤيا. قالت ما بالله ما فيك، اقرأي على نفسك. قالت ما عندك سالفة، ما في شيء أنا. قلت يا ابن الحلال اقرأي. يضرت تقريبا أقنعها 5 دقائق.
ما كان ماخذ خمس دقائق الا هو حضر المس اللي في جسده. ويلعن ويشتم وش دخلك به يا الخبيث وما ادري شو انها كانت عليهم. اي لان سبحان الله العظيم وضحت الرؤيا انها يعني ان المراه المسوسه. واظن وايضا من المواقف اللي حصلت في يوم من الايام صلى معي العشاء رجل الله يعرفه شاب صغير يمكن عمره 19 او 20 سنه. فبعد ما طلعت من المسجد قال الله يجزاك خير انت فلان كاني رايت رؤيا وانه كيت وكيت وكيت. فتبين من الرؤيا سبحان العلي القدير ان في ان فيه مس وان المس في بطنه وفي بدايه فم المعده الان مكانه سبحان الله. فمباشره من دون ان اقرا عليه مسكت مع ذلك المكان والله وبالله وتالله انه نطق المس مباشره. أبطلع 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 قلت يلا هذا وخرج سبحان الله في لحظة قبل أن أقرأ عليه سبحان الله. فالرؤى سبحان الله تبين وتخبر عن أشياء ما يدركها الإنسان فهي خفايا لا يعلمها إلا الله جل وعلا. لكن الله جل وعلا الحكيم الخبير الذي عنده علم الغيب يطلع بعض العباد على بعض الأمور. شيخنا يقول السائل يقول أنا محمد الودعاني رأيت الأخ جاسر أني أريد أن أذبحه فاحترت هل أذبحه بمسحات أو فاروع أو كريك. فلما أردت قتله وجدته قد مات فضاق صدري عليه. هذا ما يحتاج ميت ميت. طيب هي تأويلها إن شاء الله. الرجل جاسر الرجل فيه صلاح فيه خير واضح. وين رأي عندي تعرفه جاي يا ولد تعال. ما راضين أنتم نبي ندري رؤية رؤية خاصة ما يحتاج مشفر يعني. طيب يا شيخ على طاري مشفر طبعا الرؤى دائما تكشف امور بالعوائل تكشف في علاقات اشخاص مع بعض زوجات وازواجهم اخوان. في رؤى مرت عليك تحسبت او خفت انك تعبره كثير والله تتراجع يعني تقول ما ادري ولا هو سبحان الله احيانا تحتاج المساله الى حكمه. فبعض الرؤى يكون فيها تنبيه وتحذير من بعض المسائل او اخبار عن بعض الامور تتعلق ببعض الاسر. ان نسمي يا شيخ كب عفش كب عفش وكب عشاء وكل شيء يا ساتر. واحيانا والله اني احذر من اني اولها خشيه ان يقع بين الاسر خصام ومشاكل. وهذا حدث يوم من الايام المهم لكن ليس عن طريقي. احد الاشخاص نقل لي رؤيا خاطئه منقوصة يعني فيها نقص وفيها خطأ وفيها شيء. فأولت الرؤية بناء على نقل الرجل وأيضا نقل الرجل التأويل محرفا لفهمه خطأ أو قصور في فهمه. فنقل التعبير خطأ فوقع بين الأسرة أنه فهم الراعي أن ابنته سحرته وسحرت زوجته الثانية. فحصل خصام بين الأسرة كاد أن يصل إلى القضاء لولا أن الله جل وعلا يعني امتن علي بأني علمت عن هذه القضية فتدخلت لأنهي المشكلة. فأحيانا من الخلل أنه تؤول مع الرؤى لأنه مسألة مصالح ومفاسد والقاعدة الفقهية درء المفاسد مقدما على جلب المصالح. السؤال يا شيخ يقول هل فسرت يا شيخ او عبرت رؤى فيها تبشير لنصر سوريا؟ كثير والله الحمد لله. اللي يتابع يمكن البرنامج على القناه يعني يشاهد من الرؤى التي اذكرها يعني وايضا ربما جاء عبر تويتر انه احدى النسارات انه كانه اسد تقاتل هو وحيوان اخر لكن سقط الاسد في حوش. تقول فبدا زوجي والاسد يتقاتلان حتى كاد الاسد ان يجهز على زوجي ان ينتهي زوجي يعني خلاص.
تقول ركضت إلى المطبخ وأتيت بساطور وسكين فأعطيتها زوجي. تقول فطعن زوجي الأسد في ظهره. تقول وساعدت زوجي أيضا في الطعن حتى هلك الأسد بعد أن كاد أن يلتهم وأن يغلب زوجي. قلت والله أعلم كانت ربعي صادقة. هذا الأسد ومن معه حزبه يعني يكاد أن يفتك هذا الخبيث ومن معه بالثورة السورية أو بإخوانها في سوريا. لولا أن الله جل وعلا يكرم إخواننا في سوريا بأن يدعم الجيش الحر بالسلاح والساطور والسكين فيجهز هؤلاء ولله بفضل الله سبحانه وتعالى وبدعم السلاح إن شاء الله على هذا الخبيث وزمرته على هذا الخبيث وزمرته. هذا من الله الله كثير ولله الحمد. الحمد لله. شيخنا على طاري القناة وجود القناة نرى كثير الناس يعبرون الرؤى في كل مجال على الإنترنت عن طريق الرسائل في المواقع. كيف نحن كناس رأينا رؤية كيف نعرف أن هذا الرجل صادق أو هذا الرجل دجال؟ هل في مقومات معينة؟ هل في علامات معينة نفرق بين معبر وآخر؟ طبعا هي مسألة حينما يكون هناك رموز في الرؤى أو دلالات في الرؤى أو مؤول يريد أن يؤول الرؤية فلا بد أن ينتبه الإنسان إلى قضية الربط. كيف ربط الدلالات والرموز لتأويله؟ كيف خرجت النتيجة؟ لأن الرؤية أخوان عبارة عن سلسلة رموز. كل رمز طبعا في الغالب يكون له أكثر من معنى وهذه الغموز المتصلة مع بعض إذا أولت وفهمت طبعاً يفهم الرمز بناءً على ما الرمز الذي قبله والرمز الذي بعده بناءً على حال الظاهر. فهذه الدلالات إذا جمعت وهذه الغموز إذا جمعت أخرجت جملة مفيدة. إذا كان هناك ربط حقيقي واضح ودلالات واضحة واستدلال معقول ومقبول ومنطقي هنا أيضا إذا جاء أنا من طالب علم أو عالم يعرف هذا الشخص فهنا يسأل المفسر. لكن المشكلة أننا ابتلينا بكثير من المؤولين الذين لا يعلمون عن التأويل إلا اسم التأويل لكن الحقيقة أنهم لا يفهمون في أمر التأويل أبدا. طبعا هذا ليس تزكية للنفس أبدا لأن هذا ليس محض ذكاء أو فطنة أو هو توفيق محض من الله جل وعلا وهي موهبة يعطيها الله جل وعلا من يشاء. كما أن فلان من الناس جميل الصوت أو فلان من الناس جميل الشكل أو فلان من الناس قوي البنية أو فلان هذه مواهب يهبها الله جل وعلا من يشاء. فبعض الناس يعني يدخل في هذا الباب من أجل شهرة أو من أجل يعني مال أو شيء من هذا القبيل. شيخنا اطلعت على تابعت بالقناة واطلعت على بعض التأويلات وكذا ليش أكثر اللي يسألون الحريم؟ لأنه راضيات صحيح؟ شيلوا ذا فضاوي يعني يا شيخ. لا سبحان الله ولا فطرة المرأة أولا المرأة ما عندها شغل يعني الرجل تجد دائما منشغل باله منشغل ذهنه مو بيمن الأضرار مشغول برزقه مشغول بأموره لكن المرأة هي اللي فاضية ما عندها شغل في الغالب فتتجه وتتعلق بالرؤى. هذا الذي أفهمه. وأيضا النساء أكثر يعني أكثر تعلقا بالغيب يعني كلمة دارجة فيه شرارة يعني دائما ما يستشرفنا المستقبل يبحثنا عما في المستقبل ولا والله. يقول السائل يقول أنا منصور الشراري يقول أنا منصور الشراري رأيت أني ذاهب إلى الصحن بالكعبة وأنا متجه للكعبة رأيت بشت مطرز بذهب فأمسك به شخص ما فقد أمسك به شخص ما
فذهب بالي إلى أن الذي خلف البشت هو ربي. فلما أردت سحب البشت قال دع البشت لست ربك. شكله خطير الذي تبي تقول يا شيخ ولا على جنب؟ على جنب عندي. طيب والله هذه الرؤية ربما فيها شيء من الخصوصية الرائعة. طيب لا تكون يعني على جنب بعد انتهاء الجلسة. يقول أنا أبوي أصيب بالعين وفقد البصر ورأى لمدة 3 أيام بس تمشي من عند النافذة، وعندما يسأل أمي عنها تقول أمي لم أرى شيء. اسم أبوي سعود والوظيفة رجل أعمال. إيش يا شاهد؟ يقول أنا أبوي أصيب بالعين وفقد البصر ورأى لمدة 3 أيام بس تمشي من عند النافذة، وعندما يسأل أمي عنها تقول أمي لم أرى شيء. يظل والله أعلم أن العائد ليس بعيدا عن الميت، ولا أريد أن أحدد أكثر يعني لعله يحرص على من حول الميت، ولا يظن شخص بعيني أنه هو العائد، لكن المسألة ليست بعيدة عن البيت، يحرص على قريبين البيت. جميل شيخنا، هل في رؤية تفسرت تحس منها ضخمة يعني هيدو؟ والله رؤى كثيرة، ولكن يمكن الأمور ما يعني ما تستحمل أني أذكرها هنا لطبيعة هذه الرؤى ولأثرها يعني. فجزاك الله خير، طيب السؤال. طيب يا شيخ، يقول رأيت طبعاً اللي يسأل واحد اسمه محمود الدويجي، يقول رأيته أننا الصباح جالسين نفطر، فقال أخوي الكبير لأبوي إن محمود اشترى سيارة. إيه بس نمن بالمعارض ذا ودلبي واضح المسألة، لكن يدمر شكله ما هي رؤية، ده شكله بسيارة، لكن والله ما تبوقع يا رب على الدنيا هاي معروف يا حمود، الدنيا مصر صفيك حمود شايف حمود ذاك من يجي قال كده يلا شلو شلو بخالد شلو مو معقول. هذا الرجل سيوفق لسفر قريب إن شاء الله، ولعله إن شاء الله يكون سفر فيه فيه خير فيه عبادة ينام فيه إن شاء الله أجر عظيم. يقول يا شيخ، لماذا معبر الرؤى لا يردون على الهواتف؟ يا شيخ والله هذا يا شيخ مو معقول يا شيخ، عشان ما حصلت عليه بالمكتب اللي هناك انا كسر بدك عليه مشوي بس دور والله شوف يعني المساله واضحه، ترى المؤول شخص واحد وروح عنده 24 ساعه، هل 24 ساعه مقسمه على ماذا؟ نظر مثلا إن كل رؤية تحتاج 3 دقائق واتصل عليه في اليوم 100 شخص، طيب 100 شخص يحتاجون كم؟ 300 دقيقة، 300 دقيقة كم تكون مساحة؟ 5 ساعات. قضينا وش بقي يا جدل النوم والأكل والشرب؟ إذا كنا نطلق نقول 100 شخص فقط، المملكة العربية السعودية كم فيها من شخص؟ كم فيها من شخص يرى؟ نظر مثلا 1 مليون فقط اللي يرون رؤية والباقي ما يرون رؤية. طيب الذين يتصلون من خارج المملكة من دول الخليج من دول العربية أيضا يسألون كم عندنا من أول 1000 مليون؟ المسألة صعبة، ما يستطيع أن يستحمل كثرة المتصلين، وأيضا ترى في بعذرهم يدخل المطعم يصيد واحد يسأل ما رؤية، يروح الحديقة يصيدونها يسمع رؤية، السوق يسألون عن رؤية، بالمسجد واحد يرسل له ورا يحتري يقضي عشان يسأل عن رؤية، يروح بعذره يا أخي يسأل طاقة. فأحيانا يصير الإنسان عندهم يعني مرحلة أنه يعني يحتش عمره من كثر ما يسأل عن رؤية، فطبيعي جدا الإنسان يصل لمرحلة الملل والطفش مع كثرة الاتصالات. ولا أخفيكم أنه من أعطيكم بس يعني قصة حتى تصدقون المسألة، ترى أكبر من تتصورون يعني. امرأة حاطة قدام راسها دفتر أمية
وكل ما قامت تكتب وما شاء الله تبارك الله ما ترى إلا بالجملة. تحس بتسأل عن رؤيا رؤيتين أو رؤيا رؤيا رأي ما تسأل إلا عن 10 7 6 متى شافتها دي؟ فهذه تحتاج مفسر الحالة. يعني أعطيكم مثل والله شوف المسألة ما فيها مراعاة أبدا، ما فيها مراعاة أبدا. يعني يتصل من الساعة 2 قبل كم أسبوع أو قبل كذا أسبوع 3 أسابيع أو أسبوعين الساعة 2:30 شال الجوال الساعة 2:30 يعني بغرقة النوم مثل الواحد بالشخرة العاشرة وفاجأ قومت على الجوال خشية أن يكون الاتصال من بيتي الثاني في إشكالية وكذا. والله من السؤال مباشرة يا شيخ المسألة عن رؤية رجع الساعة 2:30 تسأل عن رؤية. قلت يا أختي هذا وقت السؤال تطيب أجل متى أسألك؟ يعني ما قولة إلى هذه الدرجة. والله أني حسبت إحدى المتصلات والله ما أبالغ أن من الساعة 12:30 الليل إلى غد إلى الغد الساعة تقريبا 9 الصباح والله أنا 65 اتصال و25 رسالة. ليش ما ترد؟ ما تخاف الله؟ ما ترد؟ عودة علي يا شيخ. معلش والله يا اخوان معلش انا مره يا اخوان سافرت مع الشيخ زين صدقوني يا اخوان طلعنا اليوم من الرياض ما شفته الا بالغلط وحده والله يا اخواننا وحده والله انا من اول اديك عليه الحين عذرت بديك اديك عليه يلا يلا ترد يمكن فوق 30 رؤية كنت شكلي بخروجة المنام ذي بس منام نيم بس الحين شكلي الله يا اخوان بس يوم 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 وصلنا طلعة الغطرة يجبت علي قال خليني اوتيل يا الله. طبعا من المواقف الطريفة لي انا مع الشيخ سمحت للشيخ حجينا قبل كم سنة وكان الشيخ هو رئيس أسرتنا فكنا نحضر بالليل انه من اللي ما جاب الفراش والشنطة علشان ندق عليه جبهنا بسرعة بيقفل الباص المشي الفجر فقلت للشيخ نتصل عليهم الشيخ قال لي اللي ما جاء اتصل عليه انا جوال ذاك اليوم مقطوع قلت له الشيخ انا مقطوع جوال قال انا بعطيك جوال بس تركته مسؤول قلت له ما يخالف ما افتح الجوال والذي لا اله الا هو اني ما يمدينا اكمل دقه الرقم اللي راح ومن اصبر اعطيه خيارات ومن اللي راح بكمل ومن يروح ومن اصبر قال الشيخ رد الو نعم الشيخ حاج بيجي بعد 7 ايام الو نعم الجوال ما يجي طيب يا شيخ طيب يا شيخ في سؤال يقول هل هناك أحد يا شيخ رأى الله جل جلاله أو النبي أو النار أو الجنة؟ والله أما الله جل وعلا فلم أسأل في الغالب عن أنه رأى الله جل وعلا إلا أحيانا الشيطان عليه من الله جل وعلا ما يستحق نعوذ بالله من شره ووسوسته أحيانا يخيل الإنسان أنه الله جل وعلا ليغري ويضل وهذا يحصل كما ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس وغيره أحيانا يحاول أن يوهم بعض الصالحين وأذكر قصة حصلت أن أحد الإخوان في إحدى البلاد العربية لما قام وجدوا أن ولده مذبوح اتصل على الشرطة وجاءت الشرطة فوجد الرجل نائم يقول وش القصة قال يا أخي جاءني الله جل وعلا في المنام وقال اذبح ابنك يقول فقمت وذبحته مثل ما فعل إبراهيم إسماعيل أنا أفعل بولدي فهذا إيهام الشيطان بهذا الرجل أوهم الشيطان أو وسوس الشيطان لهذا فأحياناً قد يوهم الشيطان الإنسان حتى إما مثل ما قلت أنه يصرف عن الحق أو يوقع في باطل أو يحزنه أو أيضاً أمر آخر قد يغر الرجل يعني يدخل في قلبه العجب فيقول مثلاً أنت ما شاء الله فيك صلاح أو فيك خير أو أنك دخلت الجنة أو أنك كذا أو أنك من الصالحين أو من الأتقياء أو ما يضرك شيء بعد هذا يومك هذا وهكذا فهذا بالنسبة يعني لرؤيا الله جل وعلا أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى فإن الشيطان لا يتمثل به وهنا
أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لم يتشبه به، ولكنه قال لم يتم لا يتمثل به. والتمثل أو المثلية تمام المطابقة، المثلية تمام المطابقة. فإذا رأى شخص النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الثابتة أو الكائنة في السيرة أو في السنة على الهيئة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم فهو النبي صلى الله عليه وسلم. إما إن تغير فيه شيء من الصفات فهو ليس النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه رمز أو أنه الشيطان، فهو لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يتمثل بصفة تختلف عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يوهمك أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجنة والنار فنعم، من الناس من رأى الجنة ومنهم من رأى النار، منهم من رأى الجنة ومنهم من رأى النار. وأذكر أحدهم نسأل الله جل وعلا أن يقبله، ناداه منادي أن صباحك إلى الجنة، أن صباحك إلى الجنة. سبحان الله، يقول فرأيت الجنة اتصل عليك ليلة. طبعا أصبح الرجل من أهل القبور، أصبح الرجل من أهل القبور، نسأل الله جل وعلا أن يقبله. يقول السائل الشيخ رأى أحدهم أنه يلبس ثوب الشيخ خالد المصلح ويجد مشقة في ذلك لضيقه. والله الرجل يحتاج، سيقبل إلى طلب العلم، سيقبل على طلب العلم إن شاء الله، وسيفتح الله عليه بعد مشقة وتعب، بعد مشقة وتعب. المسألة الثانية أن الرجل أيضاً عنده نزعة إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الله يلزم منها أحياناً الإنسان لا بد أن يطلب العلم حتى يكون على بصيرة إلى ما يدعو إليه. لذلك سيفتح الله عليه في الأمرين إن شاء الله، في أمر العلم وفي أمر الدعوة، لكن عليه سيكون في مشقة، في مشقة في طلب العلم. لا شك أن طلب العلم في صعوبة، في مشقة، في تعب، فليبذل الإنسان الجهد في ذلك. وأنصح كل من أراد طلب العلم وحرص عليه أن يقرأ كتاب جميل اسمه صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل للشيخ عبد الفتاح أبو غده. صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل للشيخ عبد الفتاح أبو غده، فيها الحقيقة يعني دفعة إلى الأمام، من قرأه وجد في نفسه حماس وجلد وصبر على طلب العلم. طيب شيخ ناخذ من الرواه، يقول أنا إمام مسجد رأيت أن محراب مسجدي هد، شكله بيفصل يا شيخ لا. يا ويلو اسكت الشيخ، وين يرفع يده؟ ما خرج الشيخ، وين يرفع يده؟ وين يرفع يده؟ طيب الرؤية تدل على أن أحد كبار جماعة المسجد والله أعلم، لعله إن شاء الله نأمل أنه سينتقل إلى سكن آخر إن شاء الله، أو سيترك المسجد إلى حي آخر والله أعلم إن شاء الله، لعله هذا إن شاء الله الآخر بإذن الله، أنه انتقال أحد الكبار من جماعة المسجد إلى مكان آخر إن شاء الله والله أعلم. يقول أنا اسمي ريان عمري 18 سنة، رأيت أحد أصدقائي بالحلقة السابقة اسمه عبد السلام كان مستلقيا على سرير ومن حوله لون أخضر يعم المكان، وأنا كنت أراه من نافذة، وكان على وجه عبد السلام التعب الشديد، وكان بجواره أخوه سليمان. صاحب الرؤيا ما شاء الله عنده جهد طيب في الحلقة، لكنه يبدو لي أنه بدأ يهمل في أمر الحفظ أو المراجعة أو الحضور إلى الحلقة، فلا بد أن يراجع نفسه شوي ويجتهد وفقه الله سبحانه. هذا السؤال الشيخ يقول لماذا إذا كان عندي رؤيا فيختلف تفسيرها من شخص إلى شخص من شيخ لشيخ؟ طيب أحياناً سبحان الله المعبرون أحياناً
باجتهادهم. احيانا ما يرون رؤيه كامله، منهم ما يرى مثل الان انت في غرفه، قد بعض الاشخاص يكون مقابل زاويه من الزوايا وينظر الى زاويه من الزوايا، لكن ما ينظر الزاويه التي خلفه، واحيانا ينظر الشخص الى الزاويه الثانيه، واحيانا الشخص الى الزاويه اليسرى مثلا، واحيانا شخص ينظر من اعلى فيرى كل هذه الزوايا. احيانا المعبرين، من المعبرين من ينظر الى جزئيه معينه في الرؤيه فيعبرها او يعبر هذه الجزئيه فقط، او يفتح له في تعبير هذه الجزئيه، ومنهم من يرى هذا الجزء فقط، ومنهم من يرى هذا الجزء، ومنهم من يرى سبحان الله العظيم كل اجزاء الرؤيه كانما فتحت له، كانها صفحه فتحت له كامله يرى ما بداخلها. فهو فتح من الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد انه احيانا شخص من الاشخاص اللي قابلته قال انت عبرت الرؤيا، وفلان من الناس عبر هذه الرؤيا بتعبير اخر، وفلان من الناس عبر هذه الرؤيا بتعبير اخر ايضا، ثلاثه اشخاص عبروا رؤيا واحده وكل تعبير مختلف عن التعبير الاخر، ووقع كل هذه التعبيرات، ووقعت كل هذه التعبيرات. فهذه مساله. المساله الثانيه انه احيانا هو اجتهاد، طبعا هو اجتهاد، لكن احيانا فالمؤول او المفسر او المعبر ايا كان اسمه وكلها مترادفات يجتهد فيصيب احيانا ويخطئ احيانا، مثل ما اخطا ابو بكر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبت بعضا واخطات بعضا. فالانسان قد يصيب بجزء وقد يخطئ بجزء وقد يخطئ بالتعبير كله. فليس معنى ان اولها المؤول او المفسر انه خلاص هذا الحق لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا، اجتهاد بشر يصيب ويخطئ، فان اجتهد واصاب فاصاب فله اجر، وان اخطا فله اجر. شيخنا داهمنا الوقت والرؤى كثيره جدا، لكن في قصه لي احد الشباب عنك، يقول اني جلست في مجلس فيه الشيخ عتيق وقلت له رؤيا فاعطاني تفسير تعبير له ووقعت. يقول بعد 3 سنوات اعدت عليه نفس الرؤيا فاعطاني تاويل اخر ووقعت ايضا. وش يعني كيف حدث هذا الشيء؟ مثل ما ذكرت انه احيانا يفتح الله جل وعلا على الانسان ان يفهم جزئيه من الرؤيا فيؤولها فتقع هذه الجزئية، ثم يسأل عنها شخص آخر أو نفس الشخص عن هذه الرؤية فيرى جزئية أخرى لم يرها في المرة الأولى فيفسرها فيقع التفسير بناء على أنه كل هذا محتمل وهذا محتمل في نفس الرؤية. خاطر يا شيخ، يقول يا شيخ حلمت بحبيبي. الله أكبر. أكيد أنه هذا يا شيخ. اشهد علي. يقول انه هنا، يقول يا شيخ حلمت بحبيبي اني افعل فيها اللواء. يقول يا شيخ حلمت بحبيبي اني افعل فيها اللواء والعياذ بالله. طبعا الافضل انه قال فاحشة طمنوط، فاحشة قوم لوط، ما يقال لواط، لأن لواط نسبة إلى لوط عليه السلام، ولكن لما تقول فاحشة قوم لوط فهو الأصح، لأن الفاحشة قوم لوط وليست لوط. نعود إلى الرؤيا. هذا الرجل يبدو لي أنك قدمت له شيء معين، يا سيارة أو هدية أو مال، والله أعلم، خدمته في أمر، خدمت هذا الرجل بشيء، والله أعلم. اهب يا شيخ، وش قصة ذي؟ هذا احدى الرسالات اصلا. قالت يا شيخ اني رايت كاني اضعت الفرشات حقتي، الفرشات حقت فرشات الاسنان. تقول جيت لاختي متزوجه. يقول غير متزوجه، تقول لاختي غير المتزوجه. قلت لها يا فلانة انا الفرشات حقتي ما دخربت او ضاعت. أبي تعطينا الفرشات حقتي. تقول قالت لي لا بس يلا توكل على الله انقلبي خلي رجلك شريبت. طيب بس سألت أسئلة. أنت فاتورة الجوال الماضية زادت شوي؟ كثير.
انظر الى طريقتها في الرد. كنت وقطع ابو جوال قلت ايه، قلت زوج سعيد سدد قلت ايه، قلت ايه، ورحت لما اختت قلت لها اعطيني جوالك قالت ايه، قلت قالت تروحي بس الراجل تخلو يسدد لك قالت اهب. طبعا من بعد اهب اعطتنا القطار ما أدري أنا أجر ما لا فيها هذه تسمحوا لهم شفرات يا شيخ؟ لا 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 لا. طيب شاهد الشباب حقيقة الرؤى كثيرة جدا ويلومون الشيخ. طبعا يا شيخ ما شاء الله تبارك الله كل هذه الرؤى، لكن ما يحزننا الشيخ يرجع الأبيض. أعطيكم قصة طريفة على طار التعبير. تفضل. إذا بتعطينا شيخنا بحق راعي السوبر ماركت حقت طبعا انا اعرف بعض سواليف الشيخ حقت السوبر ماركت. شوف هي قضيه انا بعطيكم هذه واللي بعدها حقت راعي السياره. اما حقت راعي السوبر ماركت الناس الان ما شاء الله كل يوم يطلع لنا شخص في يوم وليله يصبح معفر. امس معهم تعشيت ويوم ما شاء الله ما مثل 100%. بكره الصبح يتصل عليك ما شاء الله مفسر كيف؟ الله جل وعلا فتح الله عليه وما ندري شلون. من الطرائف والمواقف قبل كم يوم في سوبر ماركت نزلت عاجل قبل الاذان، اذان العشاء بجري عيالي عشان يجي على المسجد. يوم نزلت وانا عاجل واخذ الاغراض وكذا يوم دريت قبل شخص والله يعرفه بشكله كان يجي يحضر احيانا بعض المجالس الذكر و أعرف رجل يعني رجل يعني عادي رجل شخص عادي يعني ما عنده بعد ما فالسلام عليكم. قلت وعليكم السلام هذا والله بسلمان تحياك الله. قال اجتمعوا المفسرين. شلون؟ قال اجتمعوا المفسرين مفسر الله. أنا يوم قال مفسر الله بديت ألتفت أدور اللي يفسرون قدي هذا أبو فيصل حفيتي ولا يوسف منصور ولا لا لا تتلفت والله بين السيارة دور أحد يطلع يمين يسار. قلت من هو؟ كان أنا أفسر الأحلام. صحيح عجيب. قال موقع تأويل الرؤى الإنترنت. موقع على الإنترنت. على الإنترنت ما شاء الله أسأل الله أن يفتح عليك ويفتك يا رب العالمين. قال وش تأويل الخروف؟ شلون؟ قال ايش تأويل لتفسير الخروف؟ قلت والله له معاني كثيرة على حسب سياق رؤية. قال ممكن يكون زواج. قلت ايه ممكن يكون زواج. قال انت تقرأ في كتب تأويل الرؤى؟ لا والله ما أقرأ. قال اخذت انت التفسير عن طريق الكتب ولا عن طريق الموهبة فراسة؟ لا والله ما قال. قلنا انصحك ان تقرا كتب تفسير الاحلام. سلام. سلام ان شاء الله سلام ما بشتري شيء. فاحيانا يعني اكثر المؤولين من ضمن القصص قصه واحد تو بعد تاويل الله. فجاء مره مسكني قال مسلمه والله يا شفتك رؤيا بالثمانينات ما شاء الله وش ذي؟ قال اني رايت يا مسلمان انه كانه واحد اشترى لي بألف ريال عقار فضي مش ماء فضي وثوب فضي وكان اشتراها لي بألف ريال. تخيل يا شباب وش فسرت هنا انت؟ قال فسرت الثوب بأنه زوجة صالحة. قلت ما شاء الله. طيب وش ماء؟ قال اش ماء علم. قلت خير ان شاء الله. طيب والعقار؟ قال عقل وحشمه.
ما شاء الله تبارك الله. هذا مفسر ريفي. كنت يا فلان والله فلان كانت سيارك تقطع قليل. كنت غير البلف الله يحفظك. غير البلف. اي غير البلف. فغير البلف جزاه الله خير وصفت سيارته. فالرؤية ما لها علاقة أحيانا بالظاهر. بعض الشباب جزاه الله خير يتحمس يصير طقطق بالرؤية رؤيتين ما شاء الله هو صامت. إيه لأن بعضها واضحة وظاهرة وسهلة. الكثير من العوامل يعني لو أسأل الوالدة تسرتني ومن الناس ما شاء الله تبارك الله من فتح عليه في بعض الرؤى التي تكون فيها قوة. طبعا لو كان مجال متسع لأعطيتكم نماذج قوية في مسألة الرؤى والدلالات وتعبيرها وقياسها وكذا. طيب معلش المقاطعة أبو خالد كل شوي ناظرا يقول الواجد السؤال يا شيخ هل في ثوابت للرؤى انه لا شفت كذا معناته كذا؟ لا لا يعني دائما الشباب نسمع يقولون ان الحيه والعقرب لا 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 لا, لا. احدى النساء رات في المنام حيه كبيره كانها في مزرعتها مزرعه الوالد تقول متوفي راينا في حيه كبيره فجاه وجدنا الحيه قد قطعت اوصال لما التفتنا وجدنا اخي معه عصا وقد قسم هذه الحية إلى أوصال وفجأة تقول رأيت على الطرف الآخر من الحية رجل مسلسل مربوط بسلسلة من رأسي حتى أخمص قدمي فقلت لها سؤال أنتم عندكم مزرعة كبيرة؟ قالت نعم قلت سيأتيها طريق يقسمها نصفين قالت وصل الطريق قلت بيأتيكم بثمن الطريق أو الجزء الذي سيؤخذ بمبالغ كبيرة جدا قالت نعم قلت وكلتم معرس اللي يقول لهم قلت وكلتم أخوكم هذا بالموضوع قالت نعم قلت اللي الجزء اللي على يمين الطريق قريب منها صناعية عندكم صناعية قالت إيه نعم قلت إذن عليكم بالتالي الأرض كبيرة جدا الجزء على اليمين يقسم ويكون تبع للصناعية يعني صناعية أخرى تبع للصناعية وأما الثانية الجزء الثاني على اليسار فهذا يصبح سكني هكذا هي الرؤية ما لها علاقة لا بسحر لا بعين لا بغيره أعطيك مثل سريع في مسألة الرؤى رمز واحد يختلف عن حسب سياق الرؤية إحدى النساء رأت في المنام كأن أمها ولدت ذكر ثم مات الذكر هذا الولد ثم ولدت أمها ولدت أيضا ذكر قلت خير إن شاء الله أحد إخوانك يتسلف 10,000 ريال ثم يسددها ويتسلف بعدها ويستدين مبلغ 10,000 ريال فقالت والله إنه اليوم تسلف 10,000 ريال هذه واحدة امرأة قالت في المنام أني رأيت كأن معي طفل لا أعرفه شوف هذا الرمز السابق فيها رمز طفل صح ولا لا الرؤية السابقة فيها رمز طفل الرؤية هذه الثانية أحد الأشخاص رأى في المنام أنه كأن أو إحدى النساء رأت في المنام كأن معها طفل تقول هذا الطفل لا أعرف ومعي سيف تقول ضربت السيف أو ضربت الطفل بالسيف فسقط رأس الطفل فأخذت السيف ولعقت الدم اللي في السيف قلت خير إن شاء الله أنت عندك مشكلة في وجهك أنت أصبت بعين في الوجه وعلاجها أو علاج هذه العين بزيت الزيتون تدهنين بزيت الزيتون قالت والله لي 20 سنة معالج من حساسية في الوجه ما وجدت في الكريمات والمراهم والعلاجات شيء فائدة أبدا قلت علاجك بزيت الزيتون طبعا أعطيكم الرؤية الثالثة ثم أعود إلى تفسيرها بسرعة حتى ما يدقن أبو خالد وخايف زين نظرنا على طرف الثالثة امرأة قالت انه بعد زواجي باسبوع رأيت في المنام طبعا هذا قبل فترة طويلة قالت اني رأيت في المنام كأنه يعني ولد ذكر لزوجي جميل وعيونه زرق وكان يتلفت وهو صغير يعني في بداية ولادته ويتكلم فتعجبت كيف يتكلم وهو صغير فقلت هذا جوال يهدى زوجك جوال الكاميرا صناعة أوروبية جوال الكاميرا يهدى زوجك بعد زواجه بفترة يسيرة فقالت والله أنه بعد 3 أيام من زواجي حصل أن أهدي بجوال
كاميرا صناعه اوروبيه. اعود الى الرؤى بسرعه، طبعا كل هذه الرؤى الثلاث فيها اطفال صح ولا لا؟ لكن كل رؤيا يختلف المعنى عن الرؤيا الاخرى. اما الرؤيا الاولى فالطفل حينما يكون في بطن امه الاصل ان يكون 9 شهور صح ولا لا؟ اذا ولد يكون في الشهر العاشر، فهذا شخص او احد اخوانها لانه ذكر المولود، والعشره تدل على رقم 10 لان العلاقه بين الولد وبين امه علاقه دين لا بد ان يؤديها، هذا واحد. فمعنى هذا مبلغ وهذا قيمه 10، هل يعقل ان يكون استدام 10 ريالات او انه 10 ملايين؟ الاقرب ان يكون 10 آلاف، لانه بعد ما يولد يبدا بالشهر العاشر من بدايه خلقته وبدايه خلقه صح ولا لا؟ فهذا دين ب10 آلاف، بعده مات الولد يعني قضي انتهى الدين. ياتي بعدها انه استلف ثاني 10 آلاف بعد ان ولد الولد الثاني. الرؤية الثانية الطفل له نفس، فهذا ليس شخص معروف، انما المقصود به النفس، وفلان قال فلان من الناس اصيب بنفس او فلان به نفس يعني فيها عين صح ولا لا؟ وين علاقة النفس؟ وين مكان الوجه؟ إذا قلنا أن كلمة سيف عكسناه وش تصير؟ فيس. فيس بالإنجليزي إيش؟ وجه، معناها أن العين أصابت الوجه. والدم حال لزوجته بعد خروجه لزوجته لزوجة زيت الزيتون، فمعناها أن علاج هذه المرأة بزيت الزيتون. إذا هذا الطفل الثاني يدل على النفس على العين. الرؤية الثالثة رؤية الطفل، هل من معقول ان الطفل في الشهر الاول او في بدايه في ايامه الاولى من الولاده يتكلم؟ لا يمكن ان يعقل، كما ان الحديد لا يمكن ان تتكلم، كما ان البلاستيك لا يمكن ان يتكلم. اذا ما هو الشيء الصغير الذي يتكلم؟ الجوال في الغالب، وكون عين هذا الطفل زرقاء فمعناه ان صناعه اوروبيه عيونهم زرق، فهذا معناه نسبت الى الزوج، معناه أنه سيتحصل شيء جديد وهو معناه هدية ستأتي لزوجها. طيب الشيخ هذا عيونه زرق مو مربع. طيب شيخنا مضى الوقت سريعا جدا جدا، وآخر طلب طلبه الشباب يقولون وصية نريدها من الشيخ من القلب إلى القلب. بالإنجليزي from heart to heart. لا هذه يتعلق بالرؤى بما تريد للشباب. طيب اخواني، اولا لحظه فقط دقائق يسيره اريد من الاخوان فقط ان يركزوا معي. اخواني واخواتي، طبعا المنقوله، اخواني واخواتي، من يستمع الي الان من انس او جن، من يسمع هذا النداء في مطر الان، إذا لعلنا نسرع في هذه الكلمة حتى نتوجه للدعاء لعله يكون موطن الإجابة. إخواني، الاستفادة من الأوقات، أعمارنا ترى 60 و70، النصف هذا أو أكثر من النصف يضيع في الطعام وفي الشراب وفي المنام وفي الأكل وفي الذهاب والإياب. نستغل كل الأوقات في سبيل الوصول إلى رضا الله جل وعلا. أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يجعلني وإياكم من يغتنم الساعات والدقائق في سبيل مرضات الله جل وعلا، وأن يهدينا صراطه المستقيم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.